أخطر ما تواجهه أوكرانيا الآن ليس التعبئة الروسية وإنما الشتاء كما ذكرنا سابقا، ومعسكر أوروبي لا يخلو من خلافات. المفوضية الأوروبية قدمت اليوم تفاصيل مقترحاتها الهادفة للسيطرة على أسعار الطاقة وسط الحرب الضروس مع روسيا. الملحوظ هو أن التوافق غائب حتى الآن. تريد بروكسل إجبار الدول الأوروبية على عمليات شراء مشتركة للغاز على مستوى الاتحاد حتى تضمن ملء الخزانات في كل الدول والحصول على أفضل السعر، طبعا من موردين موثوقين مثل الولايات المتحدة والنرويج. والأدهى أن دول أعضاء الاتحاد الأوروبي أعطت الضوء الأخضر في مارس لإطلاق منصة مشتركة لعمليات الشراء، فماذا كانت النتيجة؟ ولا صفقة واحدة حتى الآن. ما تزال الدول الأوروبية تفضل عقد صفقاتها بشكل منفرد. هذا أو هنا فعليا يلخص وزير الانتقال البيئي الإيطالي روبرتو تشينغولاني المشكلة. يقول إنها الأسعار مجنونة. الدول الأوروبية متفقة على التشخيص لكنها ما تزال تناقش العلاج المناسب. لا ننسى أن الغاز في حد ذاته لا يوحد الدول الأوروبية كسلعة أساسية. فرنسا مثلا تراهن على الطاقة النووية، ألمانيا تعتمد على الفحم، دول وسط أوروبا ما تزال مرتبطة بالهيدروكربونات الروسية. الأسبوع الماضي حذر وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا، فاعتبر أنه إذا لم نجد حلا سينتهي الأمر بالناس في الشوارع وباقتصاد ضعيف وبالإفلاس وبدعم أقل شعبية لسياسات المناخ والمساعدات لأوكرانيا. وهناك من يفهم المشكلة بشكل أكبر لأنه ورط نفسه بشكل أكبر من غيره، برلين بطبيعة الحال. هذا يعني أنه يجب علينا أولاً أن نتعلم من أخطاء سياستنا تجاه روسيا في العقود الأخيرة. أقول بوضوح شديد إن الاعتماد الاقتصادي من جانب واحد يعرضنا للابتزاز السياسي. مشكلة التنسيق الأوروبي لم تبدأ اليوم ولا أمس، بل من شهور مضت بحسب نيويورك تايمز. فرغم حزمة العقوبات وبلغة الأرقام، الاتحاد الأوروبي حظر نحو ثلث الصادرات الروسية من حيث القيمة وثلثي الواردات إليها. لكن هناك متنفس لروسيا لم تفرضه هي، بل فرضته الدول الأوروبية التي تدافع عن مصالحها. نتحدث عن تجارة الماس مع روسيا، دافعت عنها بلجيكا باستماتة كي يبقى تدفق الخام إلى مينائها التاريخي في أنتوارب. في أواخر مارس انتقد زيلينسكي في كلمة للبرلمان البلجيكي هذا الوضع، وقال إن السلام يستحق أكثر بكثير من الألماس. كما تبلغ أرباح روسيا من هذه التجارة 1.8 مليار يورو سنويا على الأقل. اليورانيوم هو الآخر نجا من حزمة العقوبات الأوروبية المتلاحقة، والسبب هو أن محطات الطاقة النووية في كل من فرنسا والمجر وسلوفاكيا وفنلندا ودول أخرى تعتمد على واردات الخام من روسيا. قيمة الصادرات الروسية من اليورانيوم سنويا في حدود 200 مليون يورو سنويا. الرقم ليس كبيرا لكن التأثير كبير للغاية على الدول التي تعتمد على اليورانيوم. يرى مؤيدو الحفاظ على الطاقة النووية أن المكاسب من ورائها أكبر من أي مكاسب ستأتي في العقوبات أو من العقوبات، خاصة وأن الشتاء على الأبواب. في أغسطس الماضي تحديدا سلط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الضوء على هذه القضية. انتقد حماية الصادرات النووية الروسية في الوقت الذي كانت محطة زابوريجيا للطاقة النووية تتعرض للنيران الروسية. الآن خسر زيلينسكي أي رد إيجابي على انتقاداته، بل وخسر كذلك محطة زابوريجيا بحد ذاتها.
وحتى في صادرات النفط والغاز الروسيين نجحت اليونان في الحفاظ على مصلحتها. أكثر من نصف السفن التي تنقل النفط الروسي إلى الخارج مملوكة لليونان وفقا لمعلومات منصة بيانات الشحن مارين ترافيك. لعبت اليونان على وتر أن انسحابها من سوق النقل لن يمنع شركات أخرى من الدخول للسوق وإكمال مهمة تسليم الشحنات خاصة إلى الهند والصين. وبعد مفاوضات صعبة في مايو ويونيو نجحت أثينا بحسب دبلوماسيين أوروبيين في انتزاع إعفاء لشركات الشحن لديها. المقاربة التي تحاول واشنطن الوصول إليها الآن هي إبقاء عمل الشركات اليونانية حتى لا تنهار أسواق النفط، لكن مع تحديد سقف لأسعار الخام الروسي. إذن هذا هو الوضع حتى لو لم يكن معلنا. هناك دول أوروبية ضحت أكثر من غيرها وتشعر بالظلم، لكن المشكلة الأكبر الآن هي في شعور الشارع الأوروبي. Thank you.